بسم الله الرحمن الرحيم. متحدث معكم الميس عبد الناصر، رئيس الجمعية المغربية لحماية المساكن في مدينة العيون. النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله ولياه، الهدف منه هو تخفيف من عبء المواطن وتحريك عجلة التنمية والحركة الاقتصادية، كذلك توفير العيش الكريم لدى الساكنة الأقاليم الجنوبية وكذلك المملكة المغربية بربوع المملكة كافة. نموذج التنموي مجموعة من المشاريع فيما يخص التعليم، الصحة، الاقتصاد، كذلك ما هو الشق اللي هو الفلاحي وكذلك اللي هو الشق البحري. انعكاس النموذج التنموي لدى ساكنة الصحراء كنشوفوه اليوم الأرض الواقع اللي كتشوفوا أصبحت اليوم الأقاليم الجنوبية خصوصا مدينة العيون لها طابع كبير فيما يتعلق بالبنية التحتية، خصوصا التحول الديموغرافي لدى الأقاليم الجنوبية، كذلك كيف كنشوفوا تدشين بعض المعاهد اللي تستفد منها ساكنة مدينة العيون فيما يتعلق التكوينات اللي هي الصناعية، كذلك التكوينات اللي هي الصحية، كذلك كنشوفوا تم تدشين بعض الكليات ديال الطب، كذلك تم تدشين اللي هو المستشفيات الجامعية، وكذلك اللي هو المصحات الدولية، وبهذا اللي هو داخل في إطار انعكاسات النموذج التنموي. كذلك كي كنشوفوا على أرضية الواقع افتتاح مجموعة من ملاعب القرب اللي هدفها اللي هو تحريك كذلك هذا النموذج التنموي على مستوى المدينة، خصوصا يعد المتنفس الوحيد لدى الشباب المنطقة اللي يمارسوا الرياضة، وكذلك افتتاح صالة الرياضة، ملاعب التنس، وبالتالي كي كنشوفوا كذلك الأسواق اللي حتى هي عاد داخلة في إطار النموذج التنموي. هذه الأسواق مدينة العيون اللي عاد ثلاث سنوات تم افتتاحها في عز جائحة كورونا، الهدف ديالها اللي هو حماية المواطن خصوصا على وجه التحديد، وكذلك الحفاظ على سلامته من كافة المسائل الزجرية والغش كذلك في بعض المنتجات التي تم عرضها لدى المستهلك والمواطن المغربي، كذلك تدشين بعض الساحات ذات المتنفس، كذلك افتتاح مجموعة من المشاريع اللي تهم الساكنة، وحاليا ذلك راهي داخلة في إطار النموذج التنموي، خصوصا على سبيل المثال اللي هو الشق اللي متعلق بالماء، خصوصا مضخات المياه اللي حاليا سيتم انطلاقها تقريبا عما قريب اللي تهم ساكنة مدينة العيون وداخلة في إطار تنزيل نموذج التنموي. الآلية اللي كتشتغل بها الجمعيات المجتمع المدني كتستهدف بصفة عامة المواطن فيما يتعلق بتوعية المواطنين، تحسيس المواطنين، كذلك تنوير وتكوين كذلك المواطن المغربي فيما يتعلق بالحياة اليومية. وعلى سبيل المثال الجمعية المغربية لحماية المستهلك كتشتغل ضمن آلية قانونية ضمن إطار قانوني اللي هو 1308 الذي أعطى حق تأسيس الجمعيات حماية المستهلك والتقاضي والدفاع عنه. قانون 1308 في مجموعة من الحقوق فيما يتعلق حق بالتراجع، الحق في الحماية للحقوق الاقتصادية، الحق في التمثيلية، وهذا هو الحق اللي كتشتغل به الجمعية اللي هو حق تمثيل المواطن أو تمثيل المستهلك لدى الجهات المعنية فيما يتعلق بحقوقه، والجمعية المغربية اللي هو هدفها التوجيه والإرشاد والتكوين والدفاع. الجمعية المغربية لحماية المستهلك بفضل الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المغرب فناك تم افتتاح شباك المستهلك غيشي كونزوماتور اللي هو شباك مهني اللي هو آلية قانونية ورافعة قانونية، الهدف منها تلقي الشكاية، معالجة الشكاية، كذلك المواطن خاصه يوعى ويعرف دور شباك المستهلك. هذا الشباك المستهلك اللي هو بدوره اللي هو كيتلقى الشكاية، والمواطن كيتعرض لمجموعة من المضايقات الزجرية، كذلك بعد كيتعرف في إطار العقود التوقيع اللي فيما يتعلق بين المورد والمستهلك، هون دور الشباك يجي يقدم شكايته للشباك
احنا دورنا كممثل وكمسؤول على الشبه وكجمعيه مغربيه حمايه المستهلك عندنا طرق اليه قانونيه كيفاش نعالجوا الشكايه. على سبيل المثال عندنا تقريبا الشكايه في البدايه الاولى المده الزمنيه 15 يوم، هذه 15 يوم الدور ديالي هو معالجه الشكايه. الحل ديال الشكايه شنو هو؟ نعرفوا الحيثيه ديال الشكايه بين المورد وبين المستهلك، وكيكون الجواب الاولي حول مدى هاي الشكايه ودورها، كذلك الجواب النهائي. هون كنوصلوا للحل ودي بين الطرفين، بين المورد والمستهلك، وهذا هو دور الشباك، كيتلقى الشكايه ودور الجمعيه كتقوم بالعمليه ديال الحل ديال الشكايه ديال المواطن. الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك كانت توصلت بعديد من الشكايات فيما يتعلق بالزياده وارتفاع المواد الاساسيه، خصوصا تداعيات جائحة كورونا، خصوصا احنا الله ما رجعنا من الركوم الاقتصادي، كذلك كان ارتفاع فيما يتعلق بالمواد الأساسية والمحروقات، وهذا بفضل بعض التداعيات الدولية خصوصا الحرب في أوكرانيا. هون كان انعكاسه سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك، وفعلا كنا درنا مجموعة من الحملات ضمن اللجان المختصة فيما يتعلق بالمراقبة ديال الأسواق. كانت هناك مجموعة من المراقبة طرف اللجان المختصة، وكانت الجمعية ضمن هذه اللجان بصفة الملاحظ. كانت واحد الزيادة، وخصوصا كذلك كانت تلقت الجمعية المغربية حياة المستهلك شكاية فيما يتعلق بارتفاع الأدوات المدرسية. هون خاص المواطن والمستهلك عنده يجي ويقدم شكايته للشباك المستهلك، ماشي مثلا يجينا ويتواصل معنا عبر التليفون يقول لنا راه كاينه زياده وراك لا جي سجل شكايتك عندنا. وهون كاين طرق نقدروا نتعاملوا بها مع الجهات المعنيه. كيف كتشوفوا اليوم الحكومه كانت اعلنت على حال الطوارئ المائيه بحكم الجفاف اللي صاب بلادنا، وبهذا المناسب خاصنا اليقظة وخاص فعاليات المجتمع المدني النشيطة فيما يتعلق بالبيئة، أن تقوم بالحملات التحسيسية للمواطن. كذلك خاصنا نعود مع الدولة فيما يتعلق في الحماية ديال القدرات المائية، خصوصا أن الماء هو سبل الحياة، وبالتالي الجمعية المغربية لحماية المستهلك هون يتعدى مجموعة من البرامج اللي تشرف عليها ان شاء الله طيلة السنة فيما يتعلق بتوعية المواطنين فيما يتعلق بالترشيد الاستهلاكي للمياه. هذا البرنامج اللي سيكون بشراكة مع مجموعة من الجهات المعنية، الهدف منه توعية المواطن كيفية استعمال المياه بحكم دابا حاليا مقبلين على فصل الشتاء. نتمنى ان شاء الله عز وجل انه يطف بنا وعن تعم بلادنا بالخير واليمن، ولكن هون خاصنا اليقظة واليقظة واليقظة. الحمد لله حاليا الحمد لله قضية وطنية كتعيش واحد الحالة اللي هي الحمد لله جيدة فيما يتعلق قضية الصحة المغربية، وهذا بفضل السياسة الرشيدة صاحب جلالة الملك محمد السادس نسأل الله ويده، وكذلك بحكم الدبلوماسية اللي الحمد لله كانت سجلت بعض انتصارات القضية الوطنية، كذلك افتتاح القناصلة بعض قنصليات في مدينة العيون في الداخلة، وهذا كيجسد على الموقف الثابت للقضية اللي هو المتمثل في مغربية الصحراء، كذلك الموقف اللي هو كان قالته بلادنا اللي فيما يتعلق بالحكم الذاتي اللي هو الأنسب الوحيد من أجل حل هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.